الله أكبر الله أكبر. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود، أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا. اللهم إنا نسألك من النعمة دوامها، ومن العصمة شمولها، ومن العيش أرغده، ومن الإنعام أعمه وأتمه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا ولا غمًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن أدخلتنا الساعة في رحاب كرمك وجودك، فنسألك اللهم أن تتمم فضلك علينا كما أدخلتنا الساعة في ساعة كرمك وجودك بمنك وفضلك، فنسألك اللهم أن تكرمنا، ونسألك اللهم أن تعطينا سؤلنا، ونسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. إنك الرب الكريم الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، وأنت ربنا ونحن عبيدك، دخلنا في رحابك فقراء أذلاء محتاجين إلى كرمك وجودك. نسألك اللهم أن لا تقطع عنا رفدك، نسألك اللهم أن لا تقطع عنا عطاءك، نسألك اللهم أن تجزل لنا من مننك وآلائك ونعمك، فأنت يا مولانا أهل لكل ذلك وإن لم نكن أهلا له. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن توسع رزق عبادك في هذه البلدة يا رب، نسألك أن تبارك لهم في الرزق، نسألك اللهم أن تجعل من هذه البلدة بلدة معطاءة يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا من يرانا الساعة ويسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا، استجب دعاءنا. أعطي اللهم كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما شئت وكيف شئت. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.